سلام خوتي الأعزاء، بالنسبة للمستوى البنائي الأولي والمستوى البنائي الثانوي، هل البروتينات وظيفية في المستوى البنائي الأولي وهل هي كذلك وظيفية في المستوى البنائي الثانوي أم لا؟ خوتي الإجابة نعم، هناك بروتينات وظيفية في هذه المستويات هذه البنائية. ناخذ أمثلة. في المستوى البنائي الأولي كاين نوعان من البروتينات معروفة، وهي الكارنوزين والجلوتاثيون. الكارنوزين خاوتي هو موجود على مستوى العضلات، أما الجلوتاثيون فهو موجود على مستوى الكبد. خاوتي كلا البروتينين من مستوى بنائي أولي ولهما أدوار خاوتي يسيروها، يعني لهما وظائف، يعني ما يقدروا في بناء أولي إلا وراي عندهم وظيفة. كينجو للبناء الثانوي الكولاجين والإيلاستين، هذو البروتينات اللي ينصبون في الجلد ونصبون في العظام ونصبون في الغضاريف. هذو البروتينات خاوتي موجودة ووظيفية وتقوم بدورها وتساعد على التمدد والتقلص كما نديرها قدرة تساعد خاوتي، وهي وظيفية في البناء الثانوي. يعني ليس كل البروتينات ذات بنية ثالثية وربيعية وظيفية، بل هناك أولية وهناك ثانوية. سلام.